أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أحبائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن في حلقاتنا ومناقشاتنا دائما نواجه سؤال الحكم والولاية والدولة في القرآن الكريم. يظن البعض أن القرآن الكريم ليس كتاب الحكومة والدولة، لكن في الحقيقة القرآن ممتلئ بالآيات التي تتحدث عن شروط صحة الحكم وأسباب استقامة الحكم. أي حكومة تستقيم وأي حكومة لا تستقيم، تزول؟ أي حكومة تملك قدرات الصمود والوقوف، وأي حكومة لا تملك هذه الظروف وهذه الشروط؟ نحن في الجمهورية الإسلامية بنينا تجربتنا السياسية على هذا الأساس. أشير إلى آية من الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تناولت بوضوح وبصورة مباشرة مسألة الحكومة. الآية 47 بعد 200 في سورة البقرة، أي أواخر سورة البقرة. هذه الآية كما قلت ضمن عشرات بل مئات الآيات التي لو جمعتها كلها معا تصبح منظومة متكاملة تضع لكم شروط الحاكم والمحكوم وأدبيات العلاقة. لكن هذه الآية تشير إلى مركزية عنصر العلم في الحكم، لأن الآية تقول بسم الله الرحمن الرحيم: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. شوفوا، لاحظوا أحبتي، هذه الآية مناقشة بين نبي يخبر عن حكم أحد الأنبياء أو يخبر عن حكم طالوت ملكا، بأن القوم في هذه الآية يواجهون مثل هذا الحكم، محتجين معترضين على أن هذا الشخص كيف يريد أن يحكمنا وهو ليس له من المال ما لنا. لكن الآية الربانية تريد تغيير وجهات النظر. الآية تريد أن تغير مسار الحكم وتريد أن تضع معيارا مختلفا. عندما تقول الآية قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. قدمت الآية البسطة في الانبساط والسعة في العلم، أي أن الحكم الصالح هو الحكم المبني والمعتمد فيه على العلم. الحاكم الصالح هو الحاكم العالم. العلم هنا العلم الرباني، العلم النوراني، العلم الذي يحسم سعادة الإنسان، وليس العلم المادي البحث فقط، ليس علم الطب أو العلم الفيزياء. هذا العلم هو العلم الأشمل والعلم الأعم. لذلك الله تعالى يقول أن هذا الذي اصطفيناه عليكم لأنه يحمل ويملك مزيدا من الصلاحيات. أنتم تنظرون إلى المال وتجعلون الحكم في أمريكا وفي أوروبا هو الذي تختاره السلطات والشركات والأموال، يعني بشكل مختصر وموجز. لكن الله يريد أن يصطفي من هو الأعلم وليس من هو الأكثر مالا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.